الاثنين والنادي اختار واحد فيهم متوافق، يعني نفس وجهه نظرنا كانت وجهه نظرنا. انا بعد ذلك ما اشكر احمد وامير اللي تعبين ناس كتير قوي قوي، واحد محترم كان ضابط شرطه واستقال عشان يمسك مكتبي، والتاني هو برلمان محترم تمام اللي قعدوا 10 ايام لفوا العالم لفوا العالم. انا النهارده لو عايز اجيب مدرب هنا مصر عشان اتناقش معاه هيكلفني مش اقل من 1,000,000 جنيه، هيجي مع المترجم ومع المحامي وفلان. طب ينفع يجي الراجل مدرب ونفشل التفاوض يمشي واجيب غيره ويمشي واجيب غيره، ولا الافضل على حسابهم يا اللي نهبتوا النادي وسرقتوا النادي على حسابهم سابوا اولادهم واسرهم ايا كان، ولاد مرتضى ولاد محمود ولاد احمد ولاد علي ايا كان، بدل ما اشكرهم واحد عنده غلطه ولسه عامل عمليه في المانيا من شهرين اللي هو احمد، وامير اللي دخل المستشفى في فرنسا عشان الجوله العمليه يعملها، بدل ما اقول لهم متشكرين لا تشتني. وبعدين هو في سؤال، هو حضرتك زعلان من ايه؟ هو النادي اتكلف ايه؟ انا مش فاهم، مش على حسابهم بيتفسحوا. اتنين، هل هم اتعدوا؟ سؤال، يعني هم دول اتعدوا جيهم ولا جابوا لنا السيره الذاتيه؟ واعتقد انت شفته امبارح اهو قدامكم شيء راقي محترم. ولاد منظمين كل واحد بتاريخه السي بتاعه فيديو معمول. لا نشتمهم. واللي هيشتمه ده هنديله بالجزمه. وهذا السرطان سيستأصل قريبا ان شاء الله. فاحنا خلاص اخترنا، هم اختاروا اثنين احنا اخترنا واحد منهم. طبعا لم اعلن اسمه الا ما يجي مصر. ليه بقى؟ نعلن اسمه؟ احنا عارفين اخترنا واخترنا الجهاز المعاون ليه من المصريين، اخترنا كل حاجه خلاص، خدنا امبارح مجلس ده هو موجود وخدنا قرار بكله. انما انا اقول فلان دلوقتي حد من الكلاب الضاله كلمه يخوفوا؟ لا مش هنقول اسم، بس اختارناه، هم اختاروا اثنين بقول لكم قدامهم اهو، احنا كمجلس اداره اخترنا واحد من الاثنين اللي هم اختاروه. بناء على سيرته الذاتيه اللي هم شافوه بشكرهم طبعا انهم جيوا. اللي بيقول لك اصل دول بيطبلوا المرتضى منصور. يا ابني طبل لناديك وزمر لناديك، ده ناديك بامر الله. بامر الله الزمالك باذن الله السنه دي احسن من السنه اللي فاتت. والسنه اللي فاتت كلنا عارفين احنا خسرنا الدوري ازاي. واحد جروس اللي مهدي للعيبه واصابهم. اللي ما بيلعبوش 16 اصابهم بالملل والصدع، وال 14 اصابهم بال اللي رجله ورمه واللي ظهره اتعمل. نمره 2 الحكام الابيضه. تاني بقول الحكام الابيضه يا سمير. حتى لو جبت لي اجانب كنت بتلاقي اسوء حكام اجانب. نمرة 3 الجدول اللي مترتب. ازاي النادي الاهلي يلعب في الدور الثاني بعد ما يجيب اللعيبه اللي هو عايزهم؟ تختار مين؟ قال له لا لعبني الاول الداخليه وبعدين لعبني بتروجيت بالتدريج. نمرة 4 الجون اللي اتسبب في تعوير نفسه للاسف جنش. هو عارف انه مش هيلعب انما التبطيط. انا لو عندي جول ما كنتش غلبت التلات بطوشه وتعديل ماتش الماتشين اللي احنا ايه؟ الجول اعتقد الحرس. واديكم شفتوا ماتش الاهلي. انت راكب الماتش طول الماتش والاخر جول ما احترمنا ليه طبعا غلطه حماد محترم يعني. اداها للمعلول دول اللي قاعد يعمل لي كده جاب جول. لو انا هجيب جول مش دي كلها اسباب؟ مش ده برضه محمد ابراهيم اللي هو قدام الجول في الماتشين؟ هو جول لو رفع الكوره. طب ما دام تقول لي انا مش هنزل العب، ما تقول لي اللي ضيع 5 اجوال. ومع ذلك بيراميدز المليارديه اللي معاه المليارات اللي كان رئيسه وملكه بيساعدنا طالع بعجينه. وبعدين هو لما تاخدوا الكونفدراليه بتاعت افريقيا كلها يبقى جروس واللعيبه، ولما تخسر دوري عشان اللي انا قلته ده يبقى مجلس الاداره فاشل.
تبدأ اسمه كلام ده ناس بتهرج. والفند اللي بيطلع يقول لك يا دار من عام عشان اللعيبه حسين الشحات، انا اللي بقول لكم خد، ما انا عارف القصص، 140 مليون بثمن كل اللعيبه اللي احنا اشتريناها، لاعب واحد في الاهلي، حد بينطق؟ حد بيتكلم؟ لا طبعا لا، عشان ما عندهمش ناس بتكتم زي ما عندهم ناس بتكتم، ما عندهمش عباس والعتال، ما عندهمش كريم، ما عندهمش الناس دي بيداروا 100 مشكله عشان نصرتي في النادي الاهلي، ولا تحس خالص مسائل تمام 100 100 ان شاء الله باذن الله.